السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في وصفة من وصفات أم ريحانة. اليوم بمشيئة الله نقدم لكم لاجينواز اقتصادية بجوج بيضات فقط. مكوناتها بساط، كتجي إسفنجية ورائعة في المذاق، سهلة وسريعة التحضير. ممكن تحضروها بالخلاط اليدوي أو كما نحضرها أنا بمولينكس. بلا ما تحتاجوا تطلعوا البيض لمدة طويلة، كتحضر البنات بسرعة وناجحة 100%، والحجم ديالها كبير. ممكن تحضروا بها حلوة لاكريم بحجم عائلي. إذا البنات على بركة الله نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير. غنحتاجوا فيها البنات جوج بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، وغنحتاجوا البنات كاس ديال سنيدة ما يعادل 120 غرام، غنحتاجوا البنات كاس لارو ديال الزيت ما يعادل 110 سنتيلتر، وكاس ديال الماء غليان ما يعادل 150 سنتيلتر. غنحتاجوا البنات خمارة كيميائية من فئة 8 غرام، وغنحتاجوا معلقة كبيرة من الكاكاو، وغنحتاجوا فاني. ممكن تستعملوا الفاني السائلة. ونحتاجوا البنات جوج كيسان ديال الدقيق ما يعادل 250 غرام. اذا البنات الدقيق ضفت ليه قبصة ديال الملح. اذا البنات ناخذ مولينيكس غنديرو فيها البنات جوج بيضات، غنضيفو عليهم سنيدة، غنضيفو ليهم فاني، وغنديرهم البنات طربوهم حتى يتجانسو. بعد ما تجانسوا لينا البنات غنضيفوا ليهم كاس الا ربع من الزيت، نعاود نخلطو. ودابا البنات بعد ما تجانسوا نضيفوا لهم كاس تاع الماء غليان، نعاودوا نخلطوا. دابا البنات بعد ما تجانس لينا الكل غنصبوا الخليط ديالنا البنات في شي اناء، غنصبوا الخليط ديالنا في شي اناء، وغادا نضيفوا ليه نضيفو معلقة الكاكاو، خمارة على الدقيق، ها
خلطاهم. كنبداو نضيفو البنات في خليط الدقيق والكاكاو والخميرة تدريجيا مع التحرير. مع العلم اننا غربناهم البنات. بعد ما خلطنا الكميه كامله البنات ديال الدقيق والكاكاو كنحصلوا على الخليط. ودابا البنات كنصبوه في صينيه ديال الفرن مغلفه بورق الطبخ. البنات الورق الطبخ من الاحسن دهنوه شويه بالزيت لانه كاين شي ماركات واخا كيقولوا لكم راه ماركه مزيانه راه كتلصق فيها لا جينوا. كنقادو البنات نصفو الجناب اذا البنات ندخلوها للفرن على اقل درجه طيب ما كتاخذش معنا البنات مده طويله الماكسيموم 10 دقائق باش تبقى لينا البنات رطبه. ندخلوها الطيب ومن بعد نتلاقى. لاجينواز ديالنا البنات ها هي بعد ما طابت كما كتلاحظوا الشكل ديالها البنات هانتوما. ملي دهنا ورق الطبخ راه دغيا كتهش ياك كتجي البنات اسفنجيه. ديروا بها الكيك رولي ولا اي حاجه. ها انتم البنات كتجي اسفنجيه. خدات معايا البنات في الطياب 10 ديال الدقائق باش تبقى لينا البنات رطبه. الا بغينا نديروا بها كيك رولي ولا اي حاجه اخرى كتبقى لينا رطبه. وننصحكم البنات جربوها راها اقتصاديه. ولا عجبتكم البنات ما تبخلوش عليا بالرد في التعليقات وانتظروا معايا الفيديو القادم او تتمة ديال هاد الجزء لتحضير وتزيين كاطو كلاصي. ما تنساوش البنات دعموني بلايك وتشاركوا هاد الفيديو مع الاهل ديالكم والاصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله.